انا كنعيش واحد القرن ما عرفناش، ما نقدرش نوصفو لكم ديالاش. كنعيش واحد القرن ما عرفناش نوصفو لكم ديالاش. حشومه كاع بنادم يعيش هاد اللحظه في هاد الوقت هادي. الناس راه في الجبل، كاينه غدار غادي ليها الضو، غادي ليها الماء، غادي ليها الطريق، وبنادم في واحد البلاد ديال الخيرات، دايرين به فارم، دايرين به كل حاجه كتنتج البلاد مزيان، ومالي ضايعين. الطوموبيل ما كاين ملي غدوز، بغيتي تدي شي حد للسبيطار ما كاينش كي غدير لابيلانس، ما كاين ملي غدخل. بغيتي تدي مرا تولد ما كاينش، خاصها تموت ولا جسمك. ما عندناش طرقان في هاد الناحية هادي، يعني طرقان ما عندناش، مكرفسين في الطريق، لا فوقيت الشتاء لا فوقيت البرد. ملي كيكون العجاج كنوليو بحال فواحد البلاصة زعما ما غاديش نقدر نوصف لكم كيفاش كنعيشو. والطرقان محفرين، ما كاين مين ندخلو. لا حنايا الدراري عندنا كيمشيو تقريبا بكيلومتر ونص للمدرسة، وفوقيت الشتاء خص يمشيو بواحد الحوايج يوصلو تمايا باش غادي يبدلوهم ولا يبقاو ساردين. كيفاش غادي هاد التلميذ هذا غادي يقرا هو سارد ومغيس؟ كيفاش غادي يقرا؟ كيفاش غادي يقرا؟ واش عنده الرغبه ديال القرايه ولا غيتسنط لراسو؟ كيفاش هو يعيش هذيك اللحظه هذيك بالبرد وسارد؟ يعني كنطالبوا منكم باش غادي تشوفوا الحاله ديالنا فين ساكنين. والطرقان عندنا راه ما كاينينش، واحد المسافه ديال 7 كيلومتر اللي كتهم هاد الساكن هادي. حنا راه كنعيشوا واحد القرن ما عرفناش، ما نقدرش نوصفوا لكم ديالاش. كنعيشوا واحد القرن ما عرفناش نوصفوا لكم ديالاش. حشومه كاع بنادم يعيش هاد اللحظه في هاد الوقت هادي. الناس راه في الجبل، كاينه غدار غادي ليها الضو، غادي ليها الماء، غادي ليها الطريق، وبنادم في واحد البلاد ديال الخيرات، دايرين به فارم، دايرين به كل حاجه كتنتج البلاد مزيان، ومالي ضايعين. حنا عندنا الطريق ما عندناش، وفاش تتصب الشتا ما تنصيبو منين ندخلو. الا جيتي على الطوموبيل ما كاين ملي غدوز. بغيتي تدي شي حد للسبيطار ما كاينش كي غدير لابيلانس، ما كاين ملي غدخل. بغيتي تدي مرا تولد ما كاينش، خاصها تموت ولا جسمها. تنطالبو من المعنيين ومن السلطات المعنيه ومن سيدنا الله ينصرو باش يطالعوا على هاد السكان هادو. تنطالب الطريق، انا مراه كبيره وكنقدرش نزيد، تنزيد وكنطيح، كيجيبوا لي الناس كيوصلوني للدار. الطريق مكرفص علينا الطريق والغيس، وما تنقدرش نزيد. والله يرحم الوالدين، صوبوا لنا الطريق، وانا عيانه ومريضه ومراه كبيره. الله يرحم عليكم، تنطلبوكم حقوق الطريق، تعاودوا لنا الطريق كاين الغيس. ولا مرضنا كتبغي تجي لابيلانس ما كتلقى منين تدوز، تجي تا للكودرون وكتحبس تقول لك خرجوا لي لهنا. شكون اللي بغى يخرجها من البيست للشانطي؟ واللي مريض يموت، واللي عيان يموت، واللي حامله كي غنديروا ليها؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.